للتعليق على الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من بغداد أستاذ العلوم السياسية الدكتور قحطان الخفاجي. أستاذ قحطان، بداية مرحبا بك. الصراع على المناصب في العراق تجاوز الحقائب الوزارية إلى مقاعد المحافظين، كيف تنظر إلى هذا الصراع؟ حياك الله أخي العزيز، وحيا القناة، حيا المستمعين والمشاهدين الكرام. هذا ليس غريب حقيقة الأمر، والصراع على المناصب في المحافظات هو جزء من الصراع على السلطة في المتحف في بغداد، وذلك أن المسألة تتكامل فيما بينها، وبالتالي إدارة المذهبية الطائفية في المحافظات هي انعكاس لإدارة الطائفية المذهبية في بغداد. إذا سيبقى هكذا الحال، وستبقى عملية الصراع قائمة، وأتوقع أن تزداد، لأن المناصب باتت الآن تشكل أكثر من غاية. سيناريو تعطيل تشكيل الحكومة، يعني إلى أي مدى تتوقع أنه سيطبق على مناصب المحافظين، لا سيما بعد فشل مجلس محافظة البصرة في عقد جلسة لانتخاب رئيس جديد له؟ لو تابعت كمتابعة علمية لوجدت الخلافات الشكلية داخل البرلمان انسحبت على المحافظات، لأن هذا دلالة على الخلاف بدأ يتسع إلى هذا الاتجاه. أما عملية المحافظة ستبقى كما قلنا حسب ما معروف منذ 2003 لحد الآن هي سياسة الموقف، ولكن المحافظة أخذت مجال آخر. حتى في داخل المجموعة الواحدة هناك خلافات بينية وفق الارتباط الإقليمي لتلك القوى. فصراع الآن القائم على وزارة الداخلية، لأن هناك خلاف ما بين مجموعة الشيعية ذاتها، تنسحب كذلك الحالة على البصرة. لذلك نرى أن مجموعة التي خرجت من الاجتماع وهي في حالة سيئة في علاقاتها كالعطان وجماعته، ينعكس على مدى الخلاف الشيعي أكثر من خلاف الشيعي السني. نواب، الأمور تتعقد أكثر بأسباب. نعم، هناك حديث عن يعني هذا الحديث هو من نواب في البرلمان يقولون أن التنافس على منصب المحافظ هو من أجل الاستيلاء على 500 مليار دينار. إلى أي مدى تعتقد أن ذلك يعكس استهانة بالشارع المنتفض منذ شهور، الشارع المطالب بالإصلاح؟ المحافظات على طول الخط هي كانت الأموال المصرفة للمحافظات تؤخذ بالتقاسم ما بين القوى المؤثرة في داخل المحافظة، هذا ليس جديد بالأمر نهائيا. ولكن المسألة تعقدت باتجاهين أساسيين، أولهما حجم الحراك الشارع العراقي الذي بات يراقب تحركات القوى السياسية من جانب، اثنين الخلاف العقائدي، الخلاف الإيراني الأمريكي الذي دخل في منظومة الأدق للخلافات المذهبية المذهبية. إذا المتغيرين سيكونون فاعلين، ذلك ستعقد لهم أكثر في البصرة. تعقد الأمر في البصرة سيجعل الأمور تنعكس على بغداد كثيرا كما هو الحال بغداد على البصرة، وأتوقع الأمر في البصرة قد أكثر، والشارع يتحرك أوسع، ولكن أسف أن يكون الشارع لا يتحرك نتيجة إلى مجاميع بعينها بقدر ما لتغيير الحقيقة وتغيير الحالة برمتها. في الحديث عن الصراع على الوزارات، ائتلاف دولة القانون يقول إن أمام عبد المهدي طريقا واحدا إذا فشلت التوافقات، يعني إلى أي مدى ترى أنه ربما استباق لما تنوي الكتل الوصول إليه؟ أنا أتوقع أن المجاميع السياسية الآن فعالة في بغداد، هي حريصة على نجاح أو استمرارية العملية السياسية بغض النظر على التوصل إلى حالة معينة، بمعنى أن عدم توصل إلى نهائي للوزير الداخلية والدفاع والبقية الباقية قد لا تمنع العملية السياسية، ولكن قد تبقى مدة أطول، لأن المحاصصة أو الخلافات إلى حد معين تبقي العملية. إنهاء العملية السياسية وإفشال الحكومة أو ما يسمى باستقالة عبد المهدي أو إن إنهاء الحكومة الحالية ستنهي العملية السياسية. لذلك أتوقع المعنيين على الشؤون السياسية سيكونون حريصون على إبقاء العملية السياسية حتى لو تعثرت إمكانية إيجاد حلول للوزارات الشاغرة. إذا أهم الأساس في الموضوع هي لإبقاء عملية سياسية أكثر من حل القضية برمتها. لكن النائبة زهرة البجاري يعني توقعت أن يصل الصراع على المناصب إلى حد الاقتتال،
هذا ما حذرنا نحن من هذه الميزة، وقلنا للأسف الشديد أن الخلافات البينية بين القوى الواحدة أصبح واسع جدا، زد على ذلك أنه يمتلك بعضها من القدرات العسكرية ما قد تفوق الحكومة، زد على ذلك أن الارتباطات الإقليمية فعالة ودورها أصبح كبيرا، لذلك نحذر من اقتتال لا قدر الله الشيعي الذي خاصه يكلف الكثير الكثير. وأنا أقول أكثر من مرة أن معظم أقربائي الشخصيين المقربين في مناطق الثورة وما حولها، وبالتالي أي عملية تحدث أو احتقان قد تصل لي بعض المعلومات هذا الاتجاه. الآن الشارع محتقن هذا الاتجاه، وقد تذهب الاتجاه إلى منزلق لا يمكن السيطرة عليه. شكرا لك، شكرا جزيلا من بغداد، أستاذ العلوم السياسية الدكتور قحطان الخفاجي.